كل حاضرين على السلامه. مين الموزه دي؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. رايحه الشغل النهارده صح؟ اه ان شاء الله. حاسه اني بقيت كويسه وزهقت من قعده البيت. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فايزه. صباح النور. الهام صحيت؟ اه بيفطروا. اتفضل حضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا كمان. تعال اقعد افطر معايا. شكرا يا الهام. بالهنا والشفاء. ايه ده؟ هي يعني نتيجه التحليل طلعت؟ ايوه. كلمت فريد الصبح عشان يبلغهم ان انا هستلمها. تحليل الدي ان ايه اثبت ان الشاب اللي كان هنا هو علي. اكيد نتيجة التحليل دي فيها حاجة غلط. ما هو استحالة اللي كان موجود هنا ده يكون علي. لا يا مروان، ده اكيد صح. المعمل ده مش اول مرة يعملنا تحليل من النوع ده. طب وبعدين هنلاقيه ازاي؟ ممكن حضرتك اكيد كنت تعرف هو فين قبل ما يجي هنا. للأسف العنوان المكتوب في البطاقة في اسكندرية. هو قال لي انه عايش هنا في القاهرة من سنين بس ملوش مكان ثابت، يعني كان بيأجر أوضة ساعات وساعات بيبات عند حد من معارفه. حتى لو كمال يعرف عنوانه، ما دام قرر انه يختفي بالطريقه دي يبقى مش عايزنا نوصله. اكيد حس ان انتوا الاتنين مش طايقينه عشان كده بعد. كمال، كمال انا مش عايزه ابني يضيع مني تاني. ها انا ممكن اموت لو ابني راح مني تاني. انت لازم تتصرف. انا عايزه ابني يا كمال، انا عايزه ابني. ما تهدي يا ماما، مش معقول اللي انت عاملاه في نفسك ده. اهدى ازاي؟ ابني كان في حضني وانا اللي سبته يضيع مني تاني. اهدى ازاي؟ هيرجع يا الهام. كل اللي انا طالبه منك انك تهدي. واوعدك علي هيكون عندك في اسرع وقت. انا اذنكم. معقوله يا الهام؟ 20 سنه ما تعرفيش حاجه عن علي ورغم كده عندك يقين وايمان انه راجع؟ تفقدي الامل عشان غاب يومين؟ الهام ابننا راجع. هون اللي بقولها لك دلوقتي وكل ايمان ويقين والله عشان انا هرجعه. انا عايزك تروح شغلك دلوقتي وتعيش حياتك الطبيعيه لحد ما اكلمك واقول لك ان ابننا رجع. حكمتك يا رب. بقى الست بعد ما شمت نفسها وقلنا خلاص ربنا عوض صبرها خير، نقوم نعيده تاني من الاول وكانك يا ابو زيد ما غزيت. يا ده ما تحسسنيش بالذنب اكتر ما انا حاسه. يا حبيبتي انت معذوره، من حقك تشكي. مامتك نفسها لو كانت قابلته قبل ما يجي البيت وقال على نفسه انه علي كان برضه هتشك. مش يمكن انا اللي كنت متضايقه منه بسبب اهتمامها الزياده بيه؟ الاهتمام اللي عمري ما حسيت بيه ولا انا ولا مروان. انا حتى ما اديتلوش فرصه ان نتيجه التحاليل تظهر، رحت وقلت له في وشه انه نصاب. انا وحشه قوي يا دادا، انا حرمتها من ابنها اللي طول عمرها عايشه بتدور عليه. حبيبتي انت ست البنات، ده ما فيش في حنيتك. انا حتى مش عارف اقول لها الكلام اللي انا قلته لك ده. نفسي تحس قد ايه انا بحبها. الام بتحس بطناها من غير ما يتكلم ولا يعبر ولا حتى يشرح. اذا كانت حست باللي بعد عنها 20 سنه فضلت متاكده انه هيرجع وحي مش هتحس بيكي. والله العظيم بتحبك، بتحبك بس هي يا عيني اللي حظها قليل. انا كمان بحاول احس بحبها لكن بسبب تصرفاتها ببعد. عارفه يا دادا، انا كتير كنت بتمنى ان انا اكون اتخطفت ولا تهت بدل علي. يمكن لما ارجع احس بحبها ليا ولو مره واحده في حياتي. الكلام ده كله من ورا قلبك. بكره الميه ترجع لمجاريها وتقولي فوز قال. يلا يا لينا عشان نروح الشركه. طب ومامي احنا هنسيبها وهي في الحاله دي؟ ماما خلاص اقنعتها تروح السنتر. لازم نعيش حياتنا عادي بقى بدل ما نتعب من القلق والتفكير. يلا. صباح
صباح لو مشغول اجي لك وقت تاني. يا باشا هو ده كلام؟ اتفضل يا كمال باشا. بعدين حتى لو مشغول افضي نفسي عشان سعادتك. اشكرك. بس انت ابن حلال، كنت لسه بظبط البس عشان نتفرج على ماتش ليفربول. ابو صلاح هيقطعهم. اتفرج سوا. وماله نتفرج؟ يلا بينا. بس في الاول عايزك في خدمه ضروري. اوامر سعادتك. الرقم ده عايزك تعرف لي مكانه فين دلوقتي. ده رقم مين؟ رقم علي. غالبا هتلاقي الخط باسم ياسر موافي. الله، هو ليه هيقعد عشان يختفي تاني؟ والله يا سامح ده اللي انا مستغرب له. المهم هتعرف تصرف لي في الموضوع ده؟ طبعا، بس الموضوع ممكن ياخد وقت، يعني بالليل او بكره الصبح بالكتير، ما تقلقش. مفيش مشكله، تمام. المهم انك تبلغني باي اخبار توصل لها مهما كان الوقت. عليم وينفذ يا فندم. انا عارف ان انا بتقل عليك يا سامح. كمال باشا ما تقولش كده، انا عمري ما انسى وقفتك جنبي زمان لما انقذتني من تاديب، كنت يا دوب بنجمه واحده، فاكر؟ فاكر طبعا يا سامح، بس انت ظابط كفء، لولا كده ما كنتش شغلتك معايا قبل ما اطلع بره الخدمه. والله كانت ايام ما تتعوضش يا باشا. يلا اتفرج على الماتش بقى عشان يبتدي. لا 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 يا سامح، انا هسيبك تتفرج على الماتش براحتك، وانت بقى كلمني في التليفون قول لي النتيجه كام. ها ما تنساش. هناخد من ده ومن ده ومن ده. اوكي بص كمل انت، انا حاسه ان انا مش متظبطه خالص. الف سلامة عليك، اتفضلي. الله يسلمك. قلبي عندك يا مدام الهام؟ انا كويس الحمد لله، كويسه جدا. كان نفسي لينا بنتي تبقى حنينة عليا زي كده يا سارة، بس أنا السبب. أنا اللي حزني على علي خلق بيني وبينها صورة عالية وقعد يعلق ويعلى طول السنين اللي فاتت لغاية ما بقيناش عارفين نعديه احنا الاتنين. بس هي أكيد حاسة بحضرتك، يمكن بس ما بتعرفش تعبر. رامز سارة هتديك العنوان اللي هتودي له الاوردر، بس بسرعة عشان هما مستعجلين عليه. اتفضلي. عن اذنك. اتفضلي. ازيك؟ كويسة. صباح الخير. اهلا يا باشمهندس، اتفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله تمام. بقالك كام يوم مختفي؟ تخيل العمال لغايه دلوقتي ما خلصوش الشغل. طبيعي، العمال كلهم متعبين. سيبك من الكلام ده بقى، انا جاي اتفق معاكي على شغل جديد. تحت امرك. بص يا ستي، في واحد صاحبي عنده فيلا في طريق السويس، وطبعا لما شاف الشغل اللي انتوا عاملينه عندي في البيت اتجنن، بقى بيكلمني كل يوم وعاوز يقعد معاكي. بس بصراحة أنا اللي كنت مشغول الأيام اللي فاتت دي. هو مش هينفع كده. هو إيه ده اللي مش هينفع؟ أنا عايز أشوفك. أمال أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أيوه أنا قصدي ننزل لوحدنا، ناكل نعمل أي حاجة بس نبقى لوحدنا يعني. الجمعة ممكن ننزل الجمعة؟ لا عندي خدمة في الكنيسة. ما تروحيش. طب ما تيجي أنت معايا. أنت عارف إن أنا ماليش طول على موضوع الخدمة ده. خلاص براحتك. طب عامة بقى بيقولوا في الأمثال إن الصبر مفتاح الفرج. هنتقابل تاني. استنى طيب، مش هتاخد العنوان؟ لا. هو ايه ده اللي لا ما ينفعش؟ تعال. طيب. حدد معاه ميعاد وبلغني بيه. اوكي. انا بس معلش مش حاسك متحمسه، هو انتوا عندكوا ضغط شغل اليومين دول؟ لا ابدا، انا بس اللي دماغي مشغوله شويه. بره الشغل؟ يعني. طب بصي انا ما بحبش اني اكون متطفل، بس يعني لو اقدر اساعدك في حاجه يعني احب انك تديني فرصه. شكرا. انا مستغربه جدا، لحد دلوقتي ما فتحش تليفونه ولا مره. ايه ما عندوش حتى فضول يعرف هنكلمه ولا لا؟ انا مش عارف هنلاقيه ازاي، احنا ما نعرفش عنه غير رقم تليفونه. مستر راجي، دكتور فوزي كان طالب يحدد ميعاد مع حضرتك. وده عايز ايه مني دلوقتي؟
مش عارفه والله، لما سالته ما رضيش يقول لي، هو محتاج يتكلم معاك شخصيا. مش فايقه، اي حد يكلمك وعايز مواعيد اليومين الجايين دول انا مش فاضي. طيب انا بس كنت محتاجه ارتب معاك مواعيد الاسبوع اللي جاي على الاقل. يوه فايقه بس، قلت لك مفيش دماغ لاي زفت ولا مواعيد. طب انا اسفه جدا، بعد اذن حضرتك. يا بابي ده انت احرجتها قوي، هي بتحاول على فكره تشوف شغلها مش اكتر. وهي كمان شغلها تشوف اذا كنت مستعد للكلام ولا لا. واضح ان موضوع علي ده مأثر علينا كلنا، انا كمان مش قادر اركز في حاجه خالص. انا طلبت من فريد يفضي نفسه خالص لحد ما يلاقيه. مفيش في ايدينا حاجه نعملها غير اننا نستنى. يا رب بجد يا بابي يلاقيه، انا مش عارفه علي لو ما رجعش ماما ممكن يحصل لها ايه. ربنا يستر. طب وناوي تصلحوا على طول ولا هتركينه شويه؟ معرفش، انا كلمت التوكيل وحجزت ميعاد. وطبعا هتوديه التوكيل على حس الراجل اللي خايشك. ها بقول لك يا معلم، احمد ربنا انه عمل معاك حوار الكارت ده، لانك لو كنت رحت لابوك وقلت له صلحه لي كان زمانه عمل لك فيلم وقعد يقعد فيك للسنه الجايه. كان هيخنقني اكتر ما انا مخنوق منه كمان. طب افرض الراجل باعك وما ردش على التليفون او رد عليك وبعدين كرفك. يا ابني انت فاكرني زيك؟ الراجل كان ناقص يبوس ايدي عشان اخد منه الكارت، وبعدين خليه ما يردش كده وشوف انا هعمل ايه. هاي مارو. هاي. شفتك من بعيد فقلت اجي اسلم عليك. اوكي. طب ايه مش سلمتي؟ اتفضل. استني بس. انت شاب مش متربي اساسا عشان يتكلم معاكي بالطريقه دي. انا له اي صح. بس متربي يعني. تعالي انا هعزمك على درينك. خلي عند اهلك دم بقى، بنت زي القمر جايه تسلم عليك، ايه التناكه اللي انت عايش فيها دي؟ يا ابني دي مش تناكه، بس انا ما بحبش اللزقه يعني، وبعدين ما هي عارفه ان اللي كان بينا اون نايت ستاند، ومع ذلك جايه تستهبل برضه. والله انت اللي بتستهبل. ايوه يا بابا. لا لسه. أدينا قاعدين مستنيين اهو. طيب يا بابا هبقى اطمنك. حاضر. باي باي. ايه راجي اتاخروا قوي؟ ما تقلقيش يا الهام، زمانهم جايين في الطريق دلوقتي. طب ما تتصل بيهم انت. كمل فمك كده، انا عليك توجع قلبي تاني. حرام عليك. انا اسف لو كنت اغشتك عليا، بس اصل حسيت ان انا عامل وهوشه وضربك كتير وقعدتي ملخبطه الدنيا، فخدت حاجتي ومشيت. خلاص بقى يا جماعه، عايزين نقفل الكلام في الموضوع ده. الحمد لله على سلامتك يا علي، نورت بيتك حبيبي. الله يسلمك يا بابا. امال فين مروان؟ مروان في اوضته فوق، انا هطلع اقول له انك وصلت. تعالى تعالى يا حبيبي تعالى تعالى. متشكر قوي يا فريد. انت مسافر؟ لا سيب البيت. ايه؟ مروان انت بتهزر مش كده؟ ما هو مش معقول علي يرجع فانت تسيب البيت، احنا ما صدقنا عايزين نتلم كلنا. اتلموا انتوا بقى زي ما انتوا عايزين، وحدش له دعوه بيا، وتمثيليه الهابي فاميلي اللي انتوا عايشينها دي انا مش هشارك فيها. محدش قال لك تعمل حاجه انت مش عايز تعملها. خد جنب زي ما انت عايز، بس مش لازم تمشي وتسيب البيت. انا كل اللي طالباه منك انك تدي لنفسك فرصه وتدي لعلي فرصه، اكيد مشاعرك هتتغير من ناحيته. ادوا له انتوا بقى فرص زي ما انتوا عايزين. انا مش هقبل ان حد يستغلني. بكره بقى لما تحصل مصيبه بسببه هتقولوا مروان فعلا كان عنده حق. طب عشان خاطري تعالى اقعد عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك. ميرسي يا فندم. اشرب يا علي. شكرا.
كنتش اقصد اغطس بالشكل ده والله، بس موبايلي باظ وما كانش معايا فلوس اصلحه، فاستنيت لحد ما اشتغلت شغلانه طياري كده وبعدين يعني جمعت قرشين وجبت عده جديده ورجعت الخط. واول ما فتح الموبايل رجالتي عرفوا يوصلوا له. ما تبقاش تدوخنا عليك تاني يا بطل. طيب استاذنكم انا بقى. معلش تعبناك معانا يا فريد. بالعكس، اهم حاجه ان علي رجع بالسلامه. مدام الهام الحمد لله على سلامة علي. الله يسلمك يا فريد. راجي احنا محتاجينك ضروري في الشركة، في شغل كتير متأخر الفترة اللي فاتت بسبب انشغالك على علي. أنا طبعا مقدر إن أنت عايز تقعد معاه بس للضرورة أحكام. بعد إذنكم. اتفضل. معلش بقى حبيبي أنا مضطر أستأذن وأروح الشركة، أخلص الحاجات المستعجلة وأرجع لك بقى نتكلم براحتنا. ماشي؟ براحة حضرتك خالص حبيبتي، مش هتأخر عليك. هترجع تلاقيني مستنياك. فايزة فايزة أفندم ميلين، لو سمحتي وضبي أوضة علي وفضي له شنطته ورصي له كل الهدوم بتاعته في الدولاب. حاضر يا هنا. لا لا أنا عايز أقعد في المكان اللي أنا كنت قاعد فيه في الأول. مفيش حاجة اسمها كده، أنت لازم تدخل أوضتك، أنت لازم تبقى في وسطنها. ما انا بس مستني لما اخد على الجو شويه والله اكون مرتاح هناك اكتر والله. طيب اللي تشوفه، انا مش عايزه اضغط عليك، بس انا عايزاك تنسى كل حاجه وحشه حصلت لك قبل كده وتفتكر بس ان انت في وسط عيلتك اللي بتحبك. ربنا ما يحرمكم من بعض. مروان استنى، ممكن تبطل شغل العيال ده. مروان انت رايح فين؟ هو يا لينا. مروان استنى، مش هسيبك الا لما تقولي رايح فين. لينا بليز طلعي نفسك بره الحوار ده. ما اقدرش يا مروان، انا خايفه عليك. مروان انت رايح فين؟ يهمك قوي تعرف انا رايح فين؟ انا هسيب البيت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني حرام عليك، هو انا ناقصه ده لما صدقت لقيت اخوك. اخويا؟ اخويا مين؟ ده؟ هو انت خلاص بقى بيضحك عليك رسمي؟ يا عم لو مضايقك وجودي قوي كده غور مطرح ما جيت. لا يا اتحساس قوي، وكان ايه اللي رجعك من الاول؟ ما انت عارف ان انا مش طايق اشوف وشك من ساعه ما جيت هنا. شفتي بقى انا ما كنتش عايز ارجع ليه؟ ارجع بيتك، ارجع بيتك، انا اللي همشي. مفيش حد هيمشي البيت ده. لا ما تخافيش، ده بيهوشك بس، مش هيمشي من هنا لما ياخد اللي هو عاوزه. مش اللي جايبك الفلوس برضه؟ تعالى انا وانت نتكلم. مروان تعالى بقى ايدك دي، ما تخافيش عليه. تعالى يا عم. مروان خلاص يا ماما خلاص. بص يلا، انا عارف انك عيل صايع ونصاب، ولو جابوا لي 100 تحليل هنا مش هصدق انك علي، بس هي مصدقاك هو ده اللي هيشني عنك. لكن اقسم بدين الله يوم ما اعرف ان خالك بيصور لك انك ممكن تاذيها مش هتردد ثانيه واحده ان اقتلك، انت فاهم؟ الحق يا اخوك. مروان مروان قولي رايح فين. مروان بس ازاي فريد قدر يوصل له بالسرعه دي؟ ده سامح ما قدرش يوصل لحاجه مع انه كان موصي كذا حد من معارفه. لا ما هو فريد مش سهل، وبعدين معارفه مش قليلين. المهم ان احنا لقيناه. انت ما تتخيلش الهام فرحانه قد ايه. اكيد طبعا يا عمي، هي تستحق انها تفرح وترتاح بعد كل اللي شافته. انت كمان تعبت معانا قوي، المفروض انك ترتاح. خلاص بقى ما عدتش تدور حوالين الموضوع بتاع الصورة ده. ده طريق أنا ابتديته ولازم أكمله للآخر يا عمي، ومجرد ما نوصل لحقيقة اللي حصل بالظبط الموضوع هيتقفل لوحده. عموما ربنا معاك، أنت السنين اللي فاتت دي دورت بإخلاص، محدش كان متصور إنك هتوصل لحاجة. اللي شاف المصح يعمله يا ابني. المهم إن واجب عليا دلوقتي إني أشكرك لأنك كنت السبب في رجوع حفيدي ورجوع السعادة لبنتي. مفيش شكر بين الأب وابنه. طيب إيه رأيك بقى نبطل الكلام الرومانسي ده؟ وكشيشك ملك.
دكتور ممكن يقول اتاكد بليز يا رامز ان التلفزيون يشتغل. حاضر يا سلينا. ميرسي. انا رصيت كل حاجه في الثلاجه. ميرسي يا فايزه قوي. بص دلوقتي بقى عندك الاكل كله في الثلاجه، يعني اي يوم ما فيش حد في البيت وجعت ممكن عادي تسخن بالمايكرويف. شكرا. انت بتعرف تشغله صح؟ هو ايه ده؟ المايكرويف. مش متاكد والله. انا هعلمك. طب احنا تمام يا استاذه لينا، احنا خلصنا. ميرسي يا رامز. رامز بليز ودي ده بقى الجراج، التلفزيون القديم. ماشي حاضر. يلا بينا. هشيل معايا بدل. لا لا ولا يهمك يا معلم. تعالي يا ليلى. انا كنت بس عايزه خالته، كنت عايزه اقول لها حاجه. تعالي تعالي اعرفك على علي اخويا. طبعا انت عارفه القصه. اه طبعا. ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دي ليلى بقى بنت اخت فايزه، هي بتدرس في كليه اداب وبتشتغل بيبي سيتر لتميم ابن طنط نانسي. جارتنا اللي في الفيلا اللي قدامنا عارفها طبعا. تعالي. انا خلصت. هتعوزي مني حاجه؟ ماشي يا فوز، ربنا يخليك. يلا يا ليلى. مع السلامه. علي انا مش عايزاك تتضايق مني ان انا شكيت فيك اول مره جيت الفيلا، يعني حاول تسامحني. انا ما زعلتش منك اساسا عشان اسامحك، اي حد مكانك كان هيعمل كده واكتر كمان. طيب المراتب الناشفه جايه بكره عشان تبطل تنام على الكنبه لحد ما تقرر تبقى معانا في الفيلا بقى. تعملي ايه؟ هرتب معاك شنطتك. لا معلش ما ترتبيش اي حاجه خالص، انا هعمل كل حاجه بنفسي معلش. طيب براحتك. بس هو انا مش عارف اذا كنت يعني هعرف اكون علي اللي انتم متوقعينه ولا هفضل كشش كده كتير. علي انا متاكده ان انت هتاخد علينا بسرعه، بس عارف ايه اكتر حاجه هتساعدك؟ ايه؟ انك تتعلم تشغل الميكروويف. خليكي تعملي. اهلا مروان. كنت فين؟ قلقتنا عليك. كنت مع ناس صحابي. والدتك اتصلت كذا مره تسال عليك. كفايه هو جنبها بقى. لا مش كفايه، المفروض انكم كلكم تبقوا جنبها. انت رايح فين؟ جدو انا هبات عندي كام يوم. قلت لهم انك هتقعد عندي؟ لا ومش هقول لهم. عايز تقول لهم انت براحتك. طب اطلع خد دش على بال ما احضر لك لقمه تاكلها. ماليش نفس. طيب يا عمي استاذن انا. لا لا تستاذن ايه؟ انت هتبات معايا هنا بدل ما تروح بيتكوا وتنام لوحدك زي قرد قطع. انا هقوم دلوقتي احضر لك لقمه ناكلها وبعد كده نكمل دور الشطرنج اللي انت عايز تهرب منه يا بطل. امري لله يا عمي، انا عارف طبعا ان انت مش ممكن هتسمح لي اروح وانا غالب. طبعا. ومع ذلك هقول لك انا اكسب الموقعه دي. ده بعينك. يلا اسبقنا على المطبخ على ما اكلم الهام اطمنها على ابنها. اوكي. اوه كمال ما شوفش الموبايل بتاعي. مفيش مشكلة هرن عليك. ما كانش لازم اسيبه يمشي وهو في الحالة دي. محدش كان هيعرف يوقفه يا مامي، مروان وهو عصبي ما بيسمعش كلام حد. انا شايف انكم مكبرين الموضوع قوي بصراحة. مروان مش عيل صغير هنفضل ندور عليه في الشوارع يعني. ايوه يا بابا. طب الحمد لله اديوني اكلمه. خلاص هكلمه بعدين. اوكي باي. الحمد لله راح عند بابا. الحمد لله. اعمل حسابك بكره هتروح الجاردن سنتر، جدك هيبقى مستنيك هناك. لا بكره عندي مشوار مهم ما ينفعش ما اعملوش. مشوار ايه يا علي؟ يعني في ناس صحابي كنت مستلف منهم فلوس ولازم ارجعها له. خلاص رامز يوصلك ويرجعك. لا طبعا مش هينفع، مش هينفع اروح لهم بعربيه وسواق، انا خالص هيزفوني. ايوه بس انت كده هتقلقني. ليه يا حبيبتي بس؟ انا متعود على الاشكال دي يعني مش جداد عليا. طيب خلاص روح مشوارك وارجع بسرعه وانا هديك العنوان تجيلي على هناك. اوكي حاضر. انا هروح اوضتي بقى. علي
معاك فلوس؟ طب ما قلتش ليه؟ حد يتكسف من مامته؟ تعالى. تاني انت. بس تعرف يا راجل، انا بجد عذر الولد. مروان كان بيبي وقت ما علي اتخطف، يعني تقريبا ما يعرفوش. وبعدين كل ذكرياته المتعلقه بعلي ذكريات تعيسه جدا، يا اما بتدوروا عليه يا اما الهام عندها انهيار عصبي بعد ما كل مره واحد بيظهر يقول ان علي وبعد كده يطلع نصاب. طب احنا نعمل ايه؟ نسيب علي بعد ما لقيناه عشان خاطر سي مروان ما يزعلش؟ لا يا راجل، انا ما قلتش كده، بس خدوه بالهداوه لحد ما يتقبل الوضع والامور تستقر. قال لي هما مالكوش كان فين طول الوقت اللي فات ده؟ ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ما قالش كتير، كل ما اجي افتح معاه الموضوع بحس انه بيتعب لما بيفتكر. حبيت اضغط عليه، واضح انه عاش حياه صعبه. طب واللي عمل فيه وفيكوا العامله السودة دي هتسيبوه يفلت كده بعملته ولا ايه؟ بعد السنين دي ما اعتقدش ان احنا ممكن نوصل لحاجه، خصوصا اللي ربوه ماتوا. المهم عندي دلوقتي ان انا لقيته وبقى في حضن، ما عنديش استعداد ادور ولا اخش في متاهه. بقول لك ايه، بلاش النكد اللي احنا فيه ده، احنا جايين نحتفل برجوع علي اساسا. تشيرز. تشيرز في صحه علي. صحه علي. ولو اني كنت زعلانه منك جدا انك مخبيه عليا. غصب عني والله يا نانسي، احنا لازم كنا نتاكد الاول قبل ما نقول لاي حد. بس دي فعلا معجزه، مين كان يصدق انه ممكن يرجع بعد السنين الطويله دي كلها؟ انا وكنت متاكده. ما انا لما كنت بسمعك بتقولي الكلام ده كنت بقول يا حرام، لسعت الصدمه مأثره عليها. اه والله زي ما بقولك، هشام بقى من كتر الافلام اللي بيشوفها كان متاكد ان في عصابه لتجاره الاعضاء خطفته وسرقوا اعضائه. يا ساتر يا رب، حرام عليكي. انا بقى كنت متخيله ان السمك كله لاننا ما لقينالوش جوز. ايه يا نانسي الافكار دي؟ حرام عليكي، بطلي الكلام الوحش ده. طب تخيلي بقى ان انا مخبيه الخيال البشع ده عنك طول السنين دي. خليكي مخبيه من فضلك، ما تقوليش الكلام ده تاني. طب خلاص هنغير الموضوع. ايه رايك بقى؟ انا عايزه اعمل لعلي عندي حفله بمناسبه رجوعه. انا ما عنديش مشكله، بس احنا ممكن ناجلها شويه، يعني يكون علي اخد علينا وتعود على البيت والناس. اصل احنا بصراحه لسه متلخبطين. الو. حاضر والله، انا في الطريق اهو. ماشي، مع السلامة. مش تأخر، مع السلامة. طب كيمو، انا لازم امشي دلوقتي حبيبي. ما تبقاش تتأخر عليا يا حسن. ماشي، خلي بالك على روحك. عايز حاجة؟ سلامتك حبيبي. تاكس تاكس. حياة ابوك يا اسطى، خليك ورا التاكسي اللي هناك ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟
بترك ليه ده على جنبي يا انا او كده زياغ الوقت يا ابني المحصوصه. شكرا. اركب. انا بس ماما عايزاني جوه. بقول لك اركب. غبي غبي ليه هتبوظ كل حاجه بنعملها بغبائك؟ أنا والله ما عملت حاجة يا فريد بيه، أنا كل طلبته مني نفذته بالحرف الواحد. ولما أنت بتعمل كل حاجة وبتنفذ كل طلباتك بالحرف الواحد، تقدر تقولي إزاي توفيق كان ماشي وراك يا حسن بيه؟